هتستغلوا الفرصة عشان كأس العالم وتقول لي احنا رايحين ننشط العلاقات التجارية وانتوا رايحين تتفرجوا على كأس العالم؟ ما تنشيط برضه. طب بنسبة بمناسبة يعني الموضوع ده السياحة الروسية يعني كأس العالم بقى هنقدر نوظف الموضوع ده ازاي في إعادة السائح الروسي إلى مصر وتنشيط القطاع ده بالذات؟ أنا شايف إن المشاركة المصرية في بطولة كأس العالم محتاجين ان احنا نبتدي نتحرك ليها كهيئه تنشيط سياحه كوزاره سياحه. في ان انا مقترحي ودي رؤيه شخصيه ان لازم يتعمل فيلم عن مصر وعن السياحه المصريه ويعرض يتخذ له برامج او اوقات معينه قبل ماتشات مصر كترويج للسياحه المصريه يعني انتهز فرصه كاس العالم وابتدي روج للمنتجات بتاعتك ومنها المنتج السياحي بالظبط الهام دي احد الالات المهمه جدا اللي تقدر تتحرك على اساسها. الاستاذ محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعيه رجال الاعمال المصريين اسعدتنا وجودك معانا، بشكرك شكرا جزيلا، تمنياتي لكم بكل التوفيق الدائم. شكرا شكرا.